عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. كما كتعرفوا كاين موسم الرمان دابا، باش نستفد منه بطرق متعددة. كاين اللي تاكلو هكاك مزيان، وكاين الأطفال الصغار ما تقدروش ياكلو هكاك، أولا كاين الناس اللي مرض عندهم الأمعاء وعندهم الإمساك تيفضلوا يشربوا عصير أحسن باش يستافدوا منه. باش كنستافد باش زعما اولا بعدا خصنا نقيوه، نحيدو له هاد الوريده ديالو اللي الفوق، وتنقسمو الرمانه ديالنا هكا على جوج، على جوج فقط حتى ماشي على ربعه ولا هكا، تنقسموها هكا. نجيبو الاناء اللي غادي تحتاجو واحد هاد المغرف خشبيه، وتنطقطقوها هكا. ثم البنات بعد ما نقيت الرمان ديالي بديك الطريقه اللي قلت لكم اللي سهله وما كتضيعوش فيها بزاف ديال الوقت. المهم بغيت غير نشير لكم اللي بغى يدو مكحل شي يدير ليكاس، انا ما كنعرفش نخدم بهم. دابا باش نعصروه انا اخترت لكم جوج ديال الطرق. كاينه هاد الطحانه اليدويه اللي متوفره في اي بيت، كنديروا بها مطيشه، كنديروا بها هذاك ديال البطاطا، لا بيغي ديال البطاطا، كنديرو بزاف ديال المهم بزاف الاستعمالات ديال المطبخ. اولا نديرو وكاينه هاد العصاره ديال الضو اللي عندها انا كتخرج داك الديشان، كتخرج العصير. وهنا تنديرو الفاكهه سواء كان الرمان او العنب. المهم انا عندي دار واحد ديما تنعصر فيها الرمان، ماشي كي دار غاليه الرمان تيدبر، كنعصر فيها الرمان العنب. ايوا نبداو نعصرو في هادي، ونعصرو شويه ونعصرو شي كاس في الاخرى ونطلقو ان شاء الله. بعد ما عصرنا هاد جوج كيسان اللي فيهم كشكوشه ديال ديك الاله الكهربائيه سونتريفيزيوس، وهذه ديال الاله اليدويه اللي كنطحنوا بها مطيشه اولا الصوبه اولا شي حاجه كنطحنوا بها شتي. المهم هكا كنمكننا نستافدوا بالرمان، فاكهه الرمان بطريقه امنه للناس المسنين والاطفال الصغار، ما يديرلهمش الامساك ولا شي حاجه. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيو مع الاهل والاحباب، وتابوناو في لاشين اللي كنت اول مره كتدخلوا، ودعمونا باللايكات وشكرا على المتابعه، والى الملتقى ان شاء الله.